الرئيس السيد عبد العزيز بوتفليقة إلى مطارب فريق العسكري ظهر اليوم الثلاثاء، حيث كان في استقباله وفد من الوزراء يقوده الوزير الأول السيد عبد الملك سلال. وقد حطت الطائرة الرئاسية في حدود الساعة التالية وزوالا و25 دقيقة بمطارب فريق العسكرية قادمة من مطار بورجيا الفرنسي، حيث كانت الطائرة الرئاسية قد غادرت المطار في حدود الساعة 1:30 بتوقيت باريس. وتؤشر هذه العودة إلى انتهاء مرحلة النقاهة التي خضع لها رئيس الجمهورية بفرنسا.